سي محمد هنيئا بعدا بالجوج الواحد في المديو الاول. انا قلت لهم غادي يعملوا الجوج زيرو ودابا راهم الجوج ان واحد. الحكم زول لنا واحد الجول. زول لنا واحد هذاك فين بيع وشرى هذاك. انما كاين لا اورجو لا والو. وكنت منه الثالث والرابع. انت شنو التوقعات ديالك؟ وانا طالب ثلاثة الرابع. ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. إن شاء الله لماذا ثلاثة ولا أربعة؟ إن شاء الله. محمد واحد. لابد غيكونوا ثلاثة ولا أربعة. إن شاء الله أكيد ما لاش كثر. أنا دابا وليد غيبدا التشكيلة. دابا؟ أكيد. مأكد. غادي يدخل الدراري آخرين. يدخل الناس آخرين. وغيكون التيسير. إن شاء الله أكيد ما لاش كثر إن شاء الله. سي محمد واحد السؤال اللي دائما كل المغاربة كيطلعوا، الركراكي مين هذا الأصل الركراكي؟ من الشمال من الجنوب من الريف؟ أصل الركراكي من تلمبوط. تلمبوط إقليم الشام. من أقشور. 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 تلمبوط. تلمبوط. الأصل ديالك من تما والأجداد؟ الأجداد ديالي من تما والأصل ديالي من تما. تلمبوط. إقليم الشام. إقليم الشام. فرحان تسنوا الرسالة في الشام المغاربة اللي كيشوفونا دابا. أنا كنتمنى المغاربة الفرحة هذه الثانية تكون يعني قوية. ويفرحوا المغاربه كاملين وخصنا يعني شويه الملاعبيه يزيروا راسهم. الكلمه الاخيره. الكلمه الاخيره اخيره هي كنتمنى النجاح هذا النهار هذا ان شاء الله. نتمنى الخير سي محمد التوفيق. شكرا.